يدمج الثقافة مع الترفيه. في حديقة الأزهر أصبحت متنفس متنفس الحقيقة هام جدا ورئة للقاهرة كلها، وأصبحت مقصد للشباب والعائلات والأسر. هذه المبادرة القيمة من هيئة الكتاب والرعاية على وزير الثقافة لها أهمية كبيرة، لأن احنا محتاجين فعلا إلى نشر الثقافة. وأعتقد إن المكتبة المتنقلة وإمكانية إن الكتاب يجي للناس في أماكن تجمعها ده شيء طيب جدا. احنا عندنا مبادرات أخرى يمكن كنت بكلم الدكتور أحمد عليها، وإن شاء الله هتخش حيز تنفيذ فيما يتعلق بالثقافة في الشارع بقى. فإن شاء الله هيبقى برضه في مبادرة من أحد رجال الأعمال وأنا اتكلمت معاه، وإن شاء الله هنسق مع معالي الوزير بشأنها إن احنا نعمل مكتبات في الشارع لاستعارة الكتب أو أخذ الكتب على طول مباشرة من المكتبة مجانا بس بشرط. تعالوا سلموا على الكتب. الكتب اللي موجودة عندنا فيها جزء يتناول الآثار المحيطة بينا، الجزء الآخر بيتناول الطبيعة، وإن شاء الله هيكون في استعارة داخلية داخل الحديقة. ومواعيد عمل المكتبة إن شاء الله هتكون من الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة مساء. حديقة الأزهر تقريبا من أهم الحدائق في القاهرة دلوقتي، رغم إن هي حديثة تأسست في 2004 لكن خدت جائزة عالمية قبل كده، فأصبحت مش بس مجرد حديقة في الصغيرة ولكن أيضا المعيار الدولي موجودة ومصر. وعشان كده كنا حريصين إن احنا نبقى موجودين فيها ونقيم المكتبة المتبقية هنا. كانت أول مكتبة في حديقة الحيوانات الجيزة، ثم جينا إلى حديقة الأزهر. جزء من اللي خلانا نيجي مش بس هذه الأهمية، الحديقة بيتردد عليها أكثر من 2 مليون مواطن ومواطنة، وبتتباين طبعا في أوقات الإجازات والأعياد بتبقى الأعداد أكثر. دكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في الحقيقة كانت المفاجأة كبيرة لينا لمدى الإقبال اللي تم على حديقة الحيوان في الجيزة على المكتبة المتنقلة هناك، أكتر يعني حوالي 800 متردد بعدد كتب يتجاوز أضعاف هذا الرقم على ما كنا احنا واضعين له من توقعات. اعتقد وصلت للتوقعات الحد الادنى اكتر من 90%. والله هو طبعا في الاول بيبقى الاطفال هم اللي بيجذبهم الكتاب، خاصة ان في نسبة كبيرة منها كتب ملونة، وايضا في انشطة ثقافية بتتم زي تلوين، زي مسرح عرايس، زي مواهب وتوزيع كتب مجانية ومسابقات. انما بعد كده بنلاقي ان الكبار الحمد لله بيبدأوا يخشوا، لان الكتب الموجودة جوه تخص الاطفال والكبار على حد سواء.